شيخ بارك الله فيك، بس ما حكم الأذان بإذن المولود والإقامة والتحنيك؟ هل خاصية بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما كيفيته؟ هذه 4 أسئلة. نعم، على كل حال، الأذان والإقامة، الإقامة حديثها ضعيف، والأذان حديثه مقبول. وأما التحنيك فإن كانت العلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد، وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما دمنا الآن في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها لا نحنك، وإن حنكنا فلا بأس، الاحتمال أن يكون كذلك. الأذان باليمنى والإقامة باليسرى على القول بأنها مستحبة. وش بقي الرابع؟ ها؟ كيف التحنيط؟ أن الإنسان يمضى التمرة وطلعها من فمه ويجعلها في فم الصبي. هي الصبي الذي استطعمها يبي يبلع الطعام.